المهم الاخوان الله يجزيكم بخير. هذه الدار ديالي، هذه الدار ديالي سبت، ها سبت انا سبت الدار في واحد البلاصه فاش كاين عجبني بداية. هي شوف الاخوان، شوف شوف البنايه في كاينه عبه حدي وحماق فيها والله الا شو غابه تبارك الله موراي. وشوف بسم الله كيفاش وجدني هنايا في الهبطه، والله لبيت بالله شو لبيت شو لبيت، والله حتى كنت شوشني في هاد الدار بالله. شو 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 مردومه مردومه راه مردومه بالله. شمن عهدت بنا شمن شمن وحسن والله إذا مشى رغيف ديك الجبال راه بلاتي يبان لكم شي يبان لكم بس 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 راه فاس هنا خو فيه وصل وصل ديك اللعيبه اللي صورت لكم ديك النهار. خينا راه ماشي في الشانطي شفتوه، راه واحد خينا ماشي في الشانطي هذاك انا بنخلع هيا انا وحسن. وصلنا طريق حتى فرانت تبارك الله الطبيعه عاوتاني هنا كي دايره على الله صاحبي. لا نقول لكم انا تاونات، انا حمقتني انا حمقتني الطبيعه ديالي تاونات تاونات ناس تاونات بصفه عامه. السلام عليكم جميع الناس اللي بيتشوفوا الفيديو، نقدم السلام عليكم بعد هي الاولى وعشنا معكم لحظات واعره. ودابا جيت انا دابا في غفساي باقي معكم على الخريجه زوينه ان شاء الله يا ربي. وهذه غفساي ناس جبيليه اللي عرفوها الطلعه الزريقه، هي راه هي بالك الزريقه تحملني وداك الطلعه كطلع ديريكت لغفساي. ودابا ان شاء الله يا ربي بك واحد الفلوق زويون خارج خارج بنصور لكم. وتحيه للاخوان كاع اللي بيشاهدوا الفيديو وكم الفيديو حتى الاخر، واللي يعرف شي بلاصه هنا في النواحي يعني فغفسه وشي حاجه شي بلاصه زوينه يصيفط لي ميساج بريفي باش نعيش معكم لحظات واعره. تاونات تاونات انا غفسه هنا والله الا لحظات واعره تبارك الله. عيشوا مع هذا الاخوان حتى الاخر، الناس تقول والو الناس تاونات البارطاج باش تشوفوا بلا بلا. انا عطيت الصوره على بلا زوينه صراحه باش عاد بوحدي نحس بالنقص خرجه بعدي خرجه بعدي تبارك الله بدون فيلتر. شوف تاونا شحال زوينه بدون فيلتر وكاميرا عاديه وكيفاش هاد بالك تبارك الله غزاله غزاله اللهم بارك. ودابا الاخوان بنمشيو نكون ليسانس لان ما بقاش ليا ليسانس بزاف، خاصني نمشي نكون ليسانس باش ما نصدق نغرق في شي قانت ونلقى بلا ليسانس. اللهم نمشي نكون ليسانس هو الاول. البارطاج البارطاج راكم عارفين شعور بلادنا ونعطيو واحد الصوره زوينه يعني راك عارفين اي واحد تيبغي يعطي لبلادو صوره زوينه والحمد لله اصلا هي زوينه يعني هي هامنينها ما كاينش التشهير ما نعطيوهاش التشهير ونعطيوها قد قد ديك الشيء اللي تستاهل صراحه الله يعني غافلين عليها. علاش ديما نقول لكم التاونات فيها ميتة فيها طبيعه غزاله طبيعه واعره وكملوا الفيديو باش تفهموا صاحبي ونشهروا بلادنا ونعطيوها صوره زوينه. شوف تبارك الله الطبيعه كي دايره، شوف ها تاونات ها الجبيليه ديالها، شوف تبارك الله الغابه كي دايره مساحه واعره خضراء فشكل ها انتوما الاخوان بلا فلتر بلا والو كاميرا عاديه اقسم بالله ما كاينش فلتر يعني كاميرا عاديه وعطينا هذا المنظر كامل يعني تبارك الله. اما عطينا هذه الكاميرا زوينه هذيك التعديلات والفلتر عبد بلغت تاونات في شكل واحد اخر هربان هذه هي كاميرا عاديه تبارك الله. الجبل كي دايرين دابا بنمشي نقيلي صالص باش نكمل بكم واحد الدوره عاد شي بلايص خراب لانني عندي شغل ولكن بنكمل بكم وتبعوا الفيديو حتى الاخر ما تقولوا له ما تنساوش بارطاج الاخوان بارطاج راه باش تعاونونا باش نطلعوا يعني الناس بزاف يشوفوا الفيديو ويعطوا التعريف على بلادنا. وتحياتي للاخوان نكملوا الفيديو تحياتنا ديالنا الاخوان هيا اللهم بارك هي اللي بان بسم الله اللي بنشدو بها الطريق باش نكون ليسانس بسم الله. كاو الكاسك الكاسك مهم راه الكاسك شي حاجه اللي هي اساسيه ماشي على حساب المخزن وانما على حساب راسك انت او يعني اللي يسوق الموطور ساقي الكاسك حاجه باينه لا طيحك لحظه السلامه وكتكون يعني مامن شويه يعني واحد 50%. خفسي 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 على بلاصه خفسي راه تاونات هنا هي البلديه غفسي هاهم كاينين خدامين راهم خدامين تبارك الله يعطيكم الصحة. هكا نبغيو بلادنا ديما في التقدم وان شاء الله يا ربي تاونات وغفصه يكون عندهم مستقبل ظاهر لان دابا الاكثرية ولاو كيتعاطوا للموضوع. ما عطانيش الحال نقز وبلا ما نوقف هنا. شوف تبارك الله الطبيعة شوف الغابة كي دايرة في تاونات وانتوما تقولوا تو هذه عا غفصي انتوما شوف تبارك الله شوف الغابة اللي هي مجمجة من هنا بالغابة تاونات غزالة صاحبي تاونات تبارك الله اللهم بارك مدينة واعرة بدا شوف الطبيعة كي دايرة شوف 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 سيد انا دابا المشكل ديالي عندي باش نصور لكم ديك الشيء زوين وننسى ديك اللعيبه باش كنصور حتى علاش زعما انا ننسى علاش انا ننسى علاش خاصني نعطي طرح راسي انا خاصني نقبض راسي شوف بنقبض راسي بنوقف راسي بحايته وبنعطي راسي طرح المهم لقينا ليسانس ديالنا الاخوان ايوا دابا على بركه الله ونشدوا الطريق ديالنا. وصلت لها البلاصه هذه الاخوان ودارني الخطر ديالي على زعما هالغابه هذه تحرقه كامله ماشي الغابه هذه هي شوش على زعما تحرقه صاحبي علاش حشومه كاع. هذا ميساج للناس اللي تتكيفوا الله يجزيكم بخير هذيك ميا صاحبي طفي الكروه صاحبي على اللحو لان صاحبي شوف تبارك الله الطبيعه كي دايره ويجي اخر مثلا ويحرقه حنا ما عرفناش شكون اللي حرقه واش بالكرو ولكن هذه نصيحه
الناس اللي تكيف الله يجازيكم بخير. الى شعل تقارو بغيت تلوحو طفيه طفيه ولوحو باش نحافظوا على البيئه ديالنا. على البلاك هذه الاخوان هي هذه خصكم دائما تجنبوا شي حاجه اللي بتخلي بلي تسبب لنا الشيء عارف هالغابه صح غابه واعره واعره استاهل صاحبي هذه نحتفظوا بها. شوف تبارك الله شوف والله الا غابه واعره ولكن خصكم تحافظوا عليها الاخوان. دير واحد البلاصه فاش كاين عجبتني هي هي شوف الاخوان شوف شوف البنايه في كاينه شوف البنايه هذه في محطوطه في نازله في الواد اش من عاد بنوها اش من شوف تبارك الله الطبيعه شوف شوف الغابه شوف والله يتنزل بالله عيشوا معنا لحظه واحد خلوا الموتور هنا ونزلوا لنا شوفوا شوف 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 ربي يلطف ربي يلطف ربي يلطف نطلعوا لي له زعما الظلام ما نزلش بينا بسم الله ايه يا القطبوس ضد هذه ايه يا التخربيقيه اللي قلق ما عندناش الطبيعه في بلادنا قلق اسيدي لا تاونات ما فيها ما يتشاف وانتم اللي ما تساروش ماشي ما فيهاش ما يتشاف خاصك تعيش اصاحبي خاصك تعيش شوف تبارك الله شوف 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 الاخوان قسموا بالله الى رجلي ارتعدوا صراحه الله الا رجلي ارتعدوا شفتوا هذه هي هي دار هذه دار 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 نعطيكم داك الشيء بالتفصيل ها انتم والله الا رجلي ارتعدوا بالله شوف شوف ها انتم اخويا ما فينا ما نقربوا شيء بزاف انا ندوخ شوف شوف و وفيها البنايه طالعه فيه شوف تبارك الله شوف اللي قلق ما فيها شيء طبيعه تونات اللي قلق ما كاين ما يتشاف والله الا العظيم الا كاين ما يتشاف هاد التونات طبيعه غزاله تبارك الله اللهم بارك فيها هاد النواحي غزاي فيها هذيك بوعادل فيها برنيسه فيها بزاف ورزاك تصاد الوحده كاملين مجمع واحد الدوار سميتو عين بارده ان شاء الله قريب نحط فيه واحد الفيديو لاسخر فيه الله لاسخر فيه الله عين بارده طوال عجبني انايا في مناظر واعره شوف تبارك الله طبيعه كي داير واخر يقول لك لا ما كاين ما يتشاف وانتم اللي ما تسالوش يا صرفه عطيو صاحبي شويه البارطاج باش نعرفوا شويه على بلادنا وبالنسبه للناس اللي قلق لا انت لقيتها باش رباح انا اصلا ما رباحش اصلا مضروب بالكوبي رايت عاد تهنى فهمتي مضروب بالكوبي رايت المهم نزلوا تحت هاد الشي دريجات ها هما نزلوا تحت نزلوا اكتشفوا شنو كاين بسم الله اكتشفوا شنو هنايا في الهبطه والله لبيت بالله شو لبيت شو لبيت والله تنكتشفوا شنو في هاد الدار بالله شنو شنو هو في كاين شو والله تنكتشفوا بالله بسم الله وحسن وحسن كاين والو الخلاوه القايفه والله الا الخلاوه القايفه بالله انا قلت كل ابن البيت هذا يا دابا شو واحد هبيطه اخوان خلي الموطور في الطريق معبيو لنا شي زعما بسم الله بسم الله بسم الله هي هي تقربيصه شوف تقربيصه شوف دابا هذه نقول عليها زعما نطيح شي هما الناس يبوزوني شي شي أحين دار من دار طلع لقيت فوق الدار نسيت شوف 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 أحسن بلاصة في غبسان شفتها تقريبا عايشة واعرة عايشة ملكية وما كاينش شي واحد واقيلا شي في الحياة ديالو شوف 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 شو غابة عاب حدي وحماق فيها والله إلا شو غابة تبارك الله موراي وشو في كاين هذه الدار ديالي أي إخوان الناس تولات بصفة عامة الله يجزيكم بخير والله وجا شي واحد هاد الدار هذه الدار ديالي تا واحد ديالي دابا انا جيت لينا بحدي خاصها نقول ليها باش نشريها من باش نشريها تا واحد ديالي هاد الدار الله يجزيكم بخير هاد الدار ديالي اللي بغا نكريالو الناس اللي بغا تجي تا ولاد تسال هاد الدار ديالي ها طلع على البحر ها انتوما الدار طلع على البحر بنزينو هبطو تحت راكي بلاتي بلاتي بنزينو هبطو تحت والله الا الدار الفوق والتحت والله سعداني بهاد الدار فابور نهبطو تحت عاوتاني نشوفو شنو كاين تحت الا سمنا منين نهبطو عاوتاني خاصكم ردوا الدراري البال من الفوع فهمتي خاصكم ردوا البال من الفوع مزيان اش هو هاد الدار هادي شوف كي دايره شوف المباني شوف الحفره اللي فيها نوريكم ها شتو اش كاين هادشي ما عمرني شتو انا يا شي وحياتي ونقول هنا ما عمرني شتو هذا احنا اللي ما نكتشفوش انا بغيت ايوا ايوا اش كاين هادشي مردومه مردومه راه مردومه بلي اش من عهد تبنى اش من اش من عهد تبنى هادي اش من عهد تبنى المهم الاخوان ما بغيتش نزيد الكلمه الداخل لان هذيك هذا ليه الشيشه صراحه الله بان ليه الشيشه ما بغيتش نزعم نمشيو نصبو نصورو فيديو نصبو نطيحو اللهم صورو فيديو حنا يعني بحذر ونضرب الله السلامة شوف تبارك الله الواد كي داير غريق والله الا غريق هو موسخ ما عرفتلاش زعما المهم الاخوان الله يجزيكم بخير هذه الدار ديالي هذه الدار ديالي
سيبته ها سيبته، انا سيبت الدار وبالك ان شاء الله الدار ديالي، الدار في الواد صاحبي وفي الغابه. والله الا مبرع ما انا والله اش من بنا باقي ما كانش الواد هنا. طلعوا بحالنا طلعوا بحالنا ابي السلامه. ها هي القربوس بالذهبه عايشو كتاش صاحبي داس داونا كتاش في البلاد ديالكم. ها انتم شوف شوف الجبال تبارك الله كي دايره. ودابا نطلعوا بحالنا ونمشيو ونشوفوا الا لقينا شي ما الا لقينا شي ما نصوروا فهمتي. ما تنساوش الاخوان ما تبخلوش علينا بالبارطاج. هذا السطاح ديالي باقي فيه هذه باقي فيه شنو يقولوا له الحصير فهمتي. غنجلس هنايا انايا في الليل هنا باقي في طال المغرب في رمضان. اه صافي بالدار ديالي بالسنيات وبالكاشي. شوف تبارك الله شوف الناس اللي بيجيو عندي الدار ديالي تحت الطريق ها الجبل ها هو والقدرون من هنا والدار ديالي تحت الطريق. مرحبا بكم لما سبتونيش عارفوني على خارج نقد شي غرض. هانتوما اخوان الشانطي وها الدار ديالي هاي احسن دار شفتها في الحياه ديالي دات في الواد. شكون اللي بناها الله اعلم ما عنديش اخويا شي على هاد التفصيل. الناس تاونات ما تنساوش البارطاج دعمونا بالبارطاج اللي يجيكم بخير باش نزيدو نكتشفوا معكم اصاحبي لا زوينه باش نعطيكم واحد الملاحظه اللي مهمه. راه كنصور بلا فلتر قسما بالله وعا كاميرا عاديه وصافي ديال الفقراء ماشي زعما والله الا عا كاميرا عاديه وصافي. شوف تبارك الله الطبيعه كي دايره. ايوا ونزيدو نعيشو معكم لحظات واعره. عاوتاني وصلنا واحد البليصه ها هي هاني ما بالكمش بمشيو ليله واحد الدار شفتها شوف الجبال تبارك الله الله يا تنمشي ليها بالله الكعب 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 باش ما نضيعوش الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. شوف الطبيعة شوف يلاه الناس تاونات كاينة الطبيعة ولا ما كايناش يلاه قولوا لي واش كاينة الطبيعة ولا ما كايناش. شوف تبارك الله الجبال كي داير وقولوا ما كايناش الطبيعة في التاونات. شكون اللي بيشهر لنا البلاد البلاد بغا شي واحد اللي شهر لنا باش اييه هانتوما يلاه ندخلوا لهاد الدار هادي هادي ما عجبتنيش ما جاتش على البحر ما هي تايوبا. نقول لكم الدار ديالي بسم الله كاين حتى واحد هنايا واش ما كاين حتى واحد هنا في الغابه شش هي الخطر بالخطر الله هي القربوس الذهب. شوف 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 الله يلا دويره واعره ودي اش من عهد كيبنوا هاد الديور هذا ما عاش من عهد. ها انتم عاف الغابه عاد الدار في الغابه ولكن عاود جيت لهنا خصنا نقول شنو خصنا نقول وحسن الله يدير مشى رغيف ديال الجبل راه بلاتي يبانكمشي يبانكمشي مزيان طلع الرخي الرغي مع الجبل كعاب يخرج شي واحد شي جن هنا يقول لي انا عام يلاه الدري عباقي بنعيش ولا صرا سالينا الله يتا نكتشف قسما بالله شي ما عرفو ماشي زعما انا كنكتشف انا باغي نكتشف عندي شي واحد يومين هنا باقي بنكوزه في التونات خاصني نكتشف البلاد الغابه تبارك الله غزاله غزاله. اخوان باقي ما سالاش الفيديو يعني ما وصلناش للنهايه باقي راه دزت لذاك الغابه ديال تافرانت كامله دزت فيها في وسطها واخا عييت صراحه بزاف ولكن خرجت حتى للسد لوحده يعني ثاني اكبر سد في افريقيا دخلت ليلو دخلت ليلو وصورت لكم داك الجبال وداك الغابه صراحه بلا ما نقول لكم دابا تشوفوا بعينكم ديك الشيء يا سلام صراحه الله ديك الشيء زوين بزاف. ما تنساوش البارطاج الاخوان وتسناو الفيديو الثاني اللي باغي نوريكم فيه الغابه داك تافرانت وداك الجبال وداك الشيء وسد الوحده. المهم بارطاجوا الفيديو باش يوصل للناس يعني كلشي يشوفو ويستافد وتحيه للاخوه اللي معنا واللي كيبارطاجيونا شكرا بزاف وتسناو الفيديو الثاني والسلام عليكم.